حيث انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 26 سنت ليستقر بذلك عند مستوى 86 دولار و88 سنت للبرميل وفقا للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية. أما عالميا فقد استقرت أسعار النفط في ظل توقعات ارتفاع الطلب على الوقود خلال فصل الصيف وسط ترقب المستثمرين للقراءة الشهرية لمقياس التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة القادمة.